الرئيس السيسي يفتتح اليوم الشق الرئاسي من قمة المناخ. مؤتمر المناخ يبحث لأول مرة تعويض الدول الفقيرة. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على إكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي. أخبار سابعة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل الأخبار، نستهلها بأخبار قمة المناخ في شرم الشيخ، ولكن بعد هذا الفصل. يفتتح الرئيس السيسي اليوم الشق الرئاسي من فعاليات الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. يتضمن الشق الرئاسي من القمة عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، حيث يلقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. كما ستعقد يوم غد الثلاثاء ثلاث موائد مستديرة للزعماء المشاركين في المؤتمر. كان الرئيس السيسي قد أعرب عن فخره واعتزازه بافتتاح فعاليات المؤتمر، وعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض تبني على ما سبق، لا سيما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باريس. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تخصيص يوم لإفريقيا في قمة المناخ لسماع صوت شباب القارة السمراء. احنا شرف لينا ان احنا كمصر نكون بنمثل قاره افريقيا في هذه القمه، وعشان كده اعتقد في يوم مخصص لافريقيا ان شاء الله يوم 14 نوفمبر هيبقى هذا اليوم هو يوم معني بافكار بتاتي من الشباب الافريقي ومن كل الكيانات اللي بتمثل قاره افريقيا، عشان برضه يبقى فرصه لسماع صوتهم وارسال رساله واضحه لكل انحاء العالم بأن أفريقيا بالرغم أنها أقل القارات تأثيراً على موضوع التغيرات المناخية بنسبة لا تتجاوز 4%، ولكن هي واحدة من أكثر المناطق تعرضاً وتضرراً من التبعات السلبية لموضوع التغيرات المناخية. كما أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، أكد ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة. كما يعلم الجميع فإن الموقف الجيوسياسي الذي يرتبط بالأزمة العالمية، وهذا يعني أن هناك العديد من الأعباء وهناك العديد من الأمور التي يجب معالجتها والتي قد تتأثر من خلال هذه الأجواء الدولية، وهذا أمر لا يجب أن نسمح به، لا يجب أن نسمح للظروف التي نواجهها اليوم. وبالمقارنة بالتغير المناخي الخاص بالعالم كله، هناك نقلة نوعية يجب أن تكون موجودة. التغير المناخي وتأثيراته أمر حيوي، أمر مصيري يجب أن يتأثر التقدم الخاص بتحقيق الالتزامات المرتبطة به. ولفت شكري إلى أن دول القارة الإفريقية هي أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على الرغم من أنها لم تتسبب في هذه المشكلة. كما تفضلت بالتأكيد أنه دول القارة الأفريقية الأطراف من الدول التي تعاني وتأثرت بالتغيرات المناخية لحد كبير، ولن تسهم
في هذه المشكلة، وإنما تعمل في نفس الوقت وأبدت الاستعداد للاطلاع بمسؤوليتها في مواجهة التطورات السلبية المرتبطة بتغير المناخ. من جانبه أكد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ ضرورة دعم الدول الأكثر ضعفا والأقل نموا من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ. إن دولنا وبصفة خاصة الدول الأكثر ضعفا والأقل نموا يجب أن يتم دعمها لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ. إذن التمويل وهو كما هو دائما هو قضية مهمة جدا لتحقيق الهدف الخاص بمواجهة الأزمة، وأيضا يجب أن يكون هناك نوع من المحاسبة الذي يجب أن يتم تقويته لتحقيق نوع من الثقة والتضامن. هذا وقد وافق المشاركون في المؤتمر لأول مرة على مناقشة تعويض الدول الفقيرة عن الأضرار المتزايدة المرتبطة بالاحترار العالمي. وسط دعوات متزايدة للدول الغنية بتعويض الدول الأفقر والأكثر عرضة لتبعات تغير المناخ، بدأت في شرم الشيخ فعالية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وافق المشاركون على إدراج تمويل الأضرار الناجبة عن تغير المناخ رسميا على جدول الأعمال. وسوف تتعلق أغلب المناقشات خلال المؤتمر بالخسائر والأضرار وصناديق التعويضات التي تقدمها الدول الغنية للدول منخفضة الدخل والمعرضة لأكبر مخاطر التغير المناخي، والتي لم يكن لها يد تذكر في الانبعاثات الضارة التي أدت لارتفاع درجة حرارة الأرض. ومن المتوقع أن يدفع دبلوماسيون من أكثر من 130 دولة صوب تأسيس آليات لتسهيل التمويل مخصصة فقط للخسائر والأضرار في COP27. وتتزايد الدعوات بسبب عدم موافقة الدول مرتفعة الدخل في COP26 العام الماضي في غلاسكو على مقترح بتأسيس كيان تمويل للخسائر والأضرار، وأيدت بدلا من ذلك إجراء حوار جديد على مدى 3 سنوات لمناقشات التمويل. ويهدف مؤتمر شرم الشيخ إلى دخول جميع التعهدات الدولية بالحفاظ على المناخ حيز التنفيذ. لم يبلغ الحفاظ على البيئة قدرا محليا أو عالميا من الاهتمام بقدر ما بلغه الآن، والسبب في ذلك الأوزون. يعد الأوزون طبقة غازية رقيقة في الغلاف الجوي تحمي الأرض من المكونات الضارة لأشعة الشمس مثل الأشعة فوق البنفسجية، الأمر الذي يساهم في استمرار الحياة بظروفها البيئية الطبيعية على كوكب الأرض. ولمواجهة الانبعاثات الكيميائية الضارة بطبقة الأوزون، تضافرت الجهود الدولية لإبرام اتفاقية فيينا لحماية الأوزون في 22 مارس عام 1985، وفي 16 سبتمبر عام 1987 جرى التوقيع على بروتوكول مونتريال للحد من إنتاج واستخدام المواد الضارة بطبقة الأوزون، وحدد البروتوكول جدولا زمنيا للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الضارة لدى الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء. ولتحقيق هذا الهدف جرى اتخاذ تدابير لمراقبة إنتاج المواد الضارة بالأوزون واستهلاكها لتخفيض مستوياتها تدريجيا، ثم التخلص منها نهائيا بحلول عام 2030 في الدول المتقدمة وعام 2040 بالدول النامية. وإقرارا بأهمية بروتوكول مونتريال للحد من المواد الضارة بالأوزون، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994 من 16 سبتمبر يوما عالميا للحفاظ على طبقة الأوزون. هذا وتستمر أعمال المؤتمر حتى 18 نوفمبر الجاري. من مصر، انطلقت النسخة 27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. في مركز المؤتمرات بشرم الشيخ التأمت وفود نحو 200 دولة أطراف لاتفاقية يجمعهم هدف واحد، هو التغير قبل فوات الأوان. لذا
استهدفت مصر من استضافة المؤتمر الانتقال من الوعود إلى التنفيذ. في أولى جلسات المؤتمر تم انتخاب سامح شكري وزير الخارجية رئيسا للدورة الحالية لمؤتمر التغير المناخي، وتسلمت مصر رسميا رئاسة المؤتمر محذرة من عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة إذا استمرت تهديدات تغير المناخ. إن تغير المناخ قد أصبح خطرا واقعا يهدد حياة البشر في كل مكان وبكافة الأشكال، ويؤكد العلم بشكل قاطع إن نمط التنمية الذي سارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية وحتى وقت قريب لم يعد قابلا للاستدامة. أليك شارما رئيس مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نسخته السابقة أشاد بما اتخذته الاقتصاديات الصناعية الكبرى من سياسات لمواجهة تغير المناخ على الرغم من الأزمات العالمية. أزمة الغذاء والطاقة، الارتفاع الأسعار والتضخم وتزايد الدين، وهذه الأزمات تفاقمت أيضا بفعل أزمات مناخية وأثار الجائحة. ورغم هذا السياق إلا أننا أحرزنا تقدما ملموسا على مستوى تنفيذ الالتزامات التي تعهدنا بها في غلاسكو، فأكثر من 90% من اقتصادنا العالمي أصبح مشمولا بالحياد الصفري بنسبة تزيد ب 30% عن لحظة ترأسنا المؤتمر. وينبغي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول العام 2030 في محاولة لحصر الاحترار المناخي بواحد ونصف درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاقية باريس للمناخ طموحا. إلا أن التعهدات الحالية للدول الموقعة على الاتفاق في حال احترامها ستؤدي إلى ارتفاع يتراوح بين 5 و10%، ما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2 و4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي، وهذا الأمر بعيد جدا عن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس مقارنة بالحقبة التي بدأ فيها الإنسان يستخدم على نطاق واسع مصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز المسؤولة عن الاحترار. ومع السياسات المعتمدة راهنا يتجه العالم إلى زيادة قدرها 2.8 درجة مئوية في الحرارة، وهو مستوى كارثي. هذا وقد دعت منظمة الصحة العالمية زعماء العالم المجتمعين في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ إلى تبني آليات عمل لمعالجة أزمة المناخ تضع صحة الإنسان على رأس أولوياتها. مع افتتاح الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة الإطاري للتغيرات المناخية والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، هذا الحدث الأكبر عالميا بمشاركة 110 دولة وأكثر من 44,000 مشارك، كما يضم بمنطقته الزرقاء 157 جناحا من بينهم جناح منظمة الصحة العالمية الذي قدم لمحة عن عمل فني ليلفت الانتباه عن العلاقة بين صحة الإنسان وصحة كوكبنا، وذلك من خلال مؤتمر صحفي. نحن نعلم اليوم أن 99% من العالم من سكان العالم استنشاقهم للهواء ملوث وليس هواء صحي، ولكن رمزية هذا النحت تأتي إلى أن احنا نحافظ على صحتنا، صحة الأفراد وصحة الأسر وصحة المجتمعات. وبالنسبة لمؤتمر المناخ 27 من شرم الشيخ، نرى أن ضروري أن نوصل رسالة الاهتمام الإنسان بصحته والاهتمام برئته من ناحية استنشاق الهواء النظيف، وكيف علاقة بين مكون الإنساني وبين البيئة الإنسان وبين محافظة على الكوكب. يعني دائما نتكلم عن صحتنا كوكبنا لا علاقة قوية، واليوم نحاول نبرز هذه العلاقة في المفاوضات التي تأتي توصل رسالة واضحة، لنا دور في حماية كوكبنا، لنا دور في حماية أسرنا من ناحية سلوكياتنا الصحية والمحافظة على البيئة. كما تم خلال المؤتمر الصحفي استعراض الجهود المبذولة من قبل منظمة الصحة العالمية في كيفية مواجهة تحديات التغيرات المناخية وكيفية الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان.
أوصينا خلال المؤتمر الصحفي بضرورة العمل على الالتزام بثبوت ارتفاع درجة حرارة الأرض درجة ونصف الدرجة للاحتباس الحراري، وضرورة إلغاء الاعتماد على الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقة المتجددة، فسلامة صحتنا من سلامة الكوكب، ولا بد أن تكون الصحة في صميم العمل المناخي. فمثلا رئة الإنسان هي أكثر عضو يتأثر بالتغيرات المناخية، ونحن نطالب بزيادة الدعم المقدم للدول النامية لزيادة قدرتها على مواجهة الكوارث والأضرار والتكيف مع التغيرات المناخية. مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في دورته 27 بمصر، هذا الحدث الأكبر عالميا جاء ليؤكد أنه نقطة فارقة لمواجهة التغيرات المناخية لحماية بني البشر. محمد حلمي، النيل. وفي إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27، نظمت مؤسسة شباب بتحب مصر بالتعاون مع تحالف العدالة المناخية الإفريقي مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء حول فعاليات التطوعية التي يقوم بها الشباب بيئيا. مؤتمر صحفي لمؤسسة شباب بتحب مصر بالتعاون مع تحالف العدالة المناخية بجة، وذلك بالمنطقة الخضراء ضمن فعاليات كوب 27، حيث يقوم هؤلاء الشباب بعدد من الفعاليات التطوعية التي تخدم العمل البيئي. تدعم مؤسسة بجة الشباب الذين يعملون في مجال البيئة، كما تدعم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل البيئي، وهذا واجب علينا لأن تأثيرات التغيرات المناخية أصبحت واضحة بشكل كبير ويجب حلها بأسرع وقت ممكن. شغالين على بنوعي الناس بالحد من استخدام البلاستيك، ويعني ايه تغيرات مناخية، ويعني ايه تنوع بيولوجي. فاحنا شغالين من خلال التوعية ومن خلال حملات نظافة، واحنا كنا من 5 أيام كنا في شرم الشيخ، نزلنا في منطقة لمينا بلاستيك طبعا، وعملنا نظام مجسم كبير جمعنا فيه كوب 27، جمعنا فيه كل الحد البلاستيك اللي احنا جمعناه. ويهدف تجمع شباب بتحب مصر وتحالف العدالة المناخية الى جذب الانتباه نحو المشكلات البيئية ولفت الأنظار حول الأضرار الواقعة على الدول النامية وخاصة الإفريقية منها جراء التغيرات المناخية. احنا مسؤولين في مؤسسة شباب بتحب مصر بالتعريف بالتغيرات المناخية في مصر، دورنا الأساسي هو الإدوكيشن، هو التعليم، سواء التعليم في المجتمعات غير المتعلمة. احنا عملنا مسيرة من يومين كانت أهميتها ان شارك فيها اكتر من 45 دولة، وكان مشارك فيها جميع أطياف الشعب المصري العظيم من الشمال للجنوب، صغار كبار. ده عشان احنا عاوزين ننشر ثقافة ان احنا نحاول نقلل من الاضرار المناخية. هو ده اللي بتتكلم عليه العدالة المناخية، ان ازاي الدول اللي هي الكبيرة اللي هي سببت المشاكل تبدأ يعني تساعد الدول الاصغر ان هم يحصل لهم عدالة، وان هم ما يتأثروش بسبب مشاكلهم هم. فبتبدأ بقى تشوف المجتمعات الصغيرة والاطفال والنساء، واهم اكتر ناس بيتاثروا بالموضوع ده هم السيدات طبعا، والاطفال والمجتمعات زي ما قلنا اللي هي مسؤوله عن رعايه الاجنام مثلا، او المجتمعات الصغيره اللي مالهاش تمثيل كبير، بيبداوا يشوفوا ازاي يحققوا لهم العداله المناخيه دي. وتستهدف تلك المبادره الشباب من سن 18 عاما، كما بدات المؤسسه في توعيه الاطفال بالقضايا المناخيه، فضلا عن المشاركه في مؤتمر شباب المناخ 2022. دمج الشباب في العمل المناخي اصبح ضروره ملحة، خاصة وأن التغيرات المناخية لا تؤثر على فئة بعينها بل تؤثر على العالم أجمع. من المنطقة الخضراء بشرم الشيخ، أشرف مبارك، النيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بشرم الشيخ، أكد حرص الدولة على إكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض أوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي، خاصة في ضوء برنامج التعاون الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري. وقد رحب السيد الرئيس بزيارة السيدة كريستالينا إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ كوب 27،
معربا سيادته عن التقدير لإسهاماتها في إطار الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي للاستثمار وفرصه الواعدة في مصر وانعكاس ذلك على دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا سيادته حرص الدولة على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص. أوضح المتحدث الرسمي أن السيدة كريستالينا أكدت على مواصلة صندوق النقد الدولي علاقات التعاون والشراكة المتميزة مع مصر لدعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية بها، خاصة في ضوء استقرار أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية والصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بعمق على اقتصاديات الدول الناشئة، مشيدة في هذا السياق بنجاح تعامل مصر مع تلك التداعيات والتغيرات المتلاحقة للسياسة النقدية العالمية واحتواء آثارها، مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصري. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا تتكبد خسائر فادحة في هجماتها في إقليم دونستيك بشرق أوكرانيا. الهجمات الروسية الشرسة على منطقة دونيتسك مستمرة. العدو يتكبد خسائر فادحة هناك، ورغم الخسائر فإنهم مستمرون في نقل مزيد من الجنود ليلقوا مصيرهم، كما أن جنودنا يقاتلون بشراسة ويمارسون ضغطا هائلا على العدو. الأعداء يحشدون القوات والموارد لاحتمال شن حملة هجمات أخرى على البنية التحتية وعلى مرافق الطاقة في المقام الأول، لهذا تحتاج روسيا للصواريخ الإيرانية ونحن نجهز ردنا على ذلك. سمحت السلطات الإيطالية أمس للقصر والأشخاص الذين يحتاجون لرعاية طبية عاجلة بمغادرة سفينة ترسو في ميناء كاتانيا بصقلية وعلى متنها مهاجرون غير قانونيون. تنتظر عدة سفن تحمل ما يقرب من 1000 مهاجر في البحر قبالة سواحل إيطاليا منذ أكثر من أسبوع للحصول على تصريح من الحكومة الإيطالية. أعلن مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار استعادة 29,000 قطعة أثرية إلى مصر. جاءت تصريحات وزيري خلال ختام فعاليات الاحتفالات باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بالبر الغربي وافتتاح بيت كارتر. وأوضح وزيري أنه تم استعادة القطع الأثرية بالتعاون مع 25 دولة حول العالم. في ختام هذه النشرة هذه عناوين الأخبار: الرئيس السيسي يفتتح اليوم الشق الرئاسي من قمة المناخ. مؤتمر المناخ يبحث لأول مرة تعويض الدول الفقيرة. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على إكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.